هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي وبنك الخليج. معكم نستمر. أهلا بكم في حلقة جديدة من عين على الكويت. أعلنت كل البنوك الكويتية عن نتائجها لعام 2012 والتي جاءت في مجملها كما كان متوقعا. وعلى الرغم من أن متوسط نسبة النمو لم تتجاوز 1.5%، إلا أن هناك بعض المؤشرات الأخرى الجيدة والتي تبشر باحتمال انخفاض المخصصات هذا العام. نسبة النمو المتواضعة التي حققتها المصارف الكويتية في أرباحها عن عام 2012 والتي تجاوزت 1% بقليل تلخص سنة صعبة تراوحت فيها الضغوط على المصارف بين انكماش التمويلات الكبيرة أو انعدامها وتجنيب المخصصات وتأثيراتها وصغر السوق وتنافسيته، ما جعل خروج تلك المصارف بأرباح ونمو في الإيرادات التشغيلية هو إنجاز كبير وثمرة للتعامل بواقعية مع الوضع القائم منذ سنوات. صار الواحد عارف على الأقل الأخطاء والمشاكل اللي عنده وابتدى يعالجها بالدرجة الأولى، يعني ما خدها سيريسلي. بالأول تعرفي ما هي كانت موجة الـ 2008 وال 2009 وال 2010 موجة، أنه يعني أسعار عم ترتفع وكله تمام. ف 2000 يعني 2011 2012 ابتدينا نعرف فعلا حجم المشكلة. البنك الأهلي المتحد كان واقعي أكثر في التعامل مع الأزمة منذ بداياتها، من حيث المتابعة لتحسين جودة المحفظة الائتمانية، من حيث المخصصات اللي تم تجنيبها في 2008 و2009 و2010. فحنا الآن أعتقد الآن خلال السنوات الجاية حنا في مرحلة قطف الثمار للسياسة المتحفظة اللي مارسها البنك. وعلى مسطرة القيم تتفاوت أرباح البنوك التي بلغت 572 مليون دينار، فيتصدر بنك الكويت الوطني الرابحين مستأثرا ب 45% من إجمالي الأرباح، ويليه بيت التمويل الكويتي ب 15%. حقيقة حققنا زيادة في الإيرادات التشغيلية، وأيضا استفدنا من بيع بعض الأصول حسب ما أعلننا في السوق. يبقى المخصصات قلت شوية للتشارجز السنة، قلت السنة نتكلم عن 255 مليون مقابل 321 مليون للمجموعة بانخفاض 21%. لكن نسب النمو تتوزع بين الكبير كالأهلي المتحد والمفاجئ والعائد إلى مكافأة مساهميه كبنك بوبيان، والأفقي والمتراجع الذي نمت إيراداته التشغيلية لكن أثرت المخصصات على أرباحه النهائية. اضطرنا وخاصة ناخذ أرباح أو ناخذ مخصصات أكثر من عام 2011، يعني احنا أخذنا في حدود 47-48 مليون دينار مخصصات. طبعا هذه المخصصات ما بين المحددة والعامة، وانتي مثل ما عارفة يعني المخصصات المحددة متى ما انتفى الغرض لها خلال ان شاء الله سنة 2013 راح تعود ارباح مرة ثانية للبنك. لو تقاربين بارك الله فيك من المخصصات من 2011 الى 2012 لاحظت في انخفاض. انا اتوقع بعد 2013 راح يكون ان شاء الله الرقم واضح، وراح يكون هم في انخفاض لما نتقابل وياك ان شاء الله السنه الجايه اذا احنا ملحقين. اخذنا المخصصات صار ونمينا بالمحفظه، المحفظه الائتمانيه تقريبا اكثر من تضاعفت خلال السنتين اللي فاتوا، فصار عندنا اوبريشن بروفيت جيد. مثل ما قلت احنا وصلنا احنا ارباحنا التشغيليه 30 مليون دينار، بس اخذنا مخصصات السنه 20 مليون دينار وطلعنا بارباح 10 مليون. بشكل عام يعني مو احنا كبنك بس، البنوك وقطاع والعالم كله يعني التحفظ لا زال موجود. مخصصات 2012 التي اقتربت من المليار دولار كانت قاسما مشتركا رسم صورة الأرباح النهائية لكل بنك، لكنها تظل لغزا، فهي أضافت مليارا جديدا إلى 6 مليارات دولار راكمتها البنوك منذ بداية الأزمة المالية، وهي مستمرة رغم ارتفاع نسب تغطيات القروض المتعثرة، وهي لا أحد يعرف آلية تحديدها سوى البنك المركزي، ولعل الأمل بتحريرها يوما ما هو الإجابة الوحيدة المنطقية التي تتلقاها عند السؤال عن أسبابها. Now you know what? It's an investment in the future. The best thing that can happen is that تجنيب المخصصات هو استثمار في المستقبل وليست أموالا ضائعة. صحيح أنه علينا أن نتقبل أن الأرباح الحالية تظل في نفس مستويات العام السابق،
لكنه اختيارنا، خاصة أن معظم المخصصات هي مخصصات عامة. لم يكن عام 2012 كله سيئا بالنسبة للمصارف أو لمساهميها، فهي ستوزع أكثر من 200 مليون دينار توزيعات نقدية وأكثر من 1.7 مليار سهم على شكل أسهم منحة بقيمة 100 مليون دينار، أموال تنعكس إيجابيا على البنوك وعلى المساهمين وعلى السوق أيضا. ما زلنا في قطاع البنوك، حيث يعكف بيت التمويل الكويتي على تطبيق خطة إعادة الهيكلة والتي بدأ في تطبيقها منذ يناير العام الماضي، والخطة تهدف إلى خلق تجانس بين إدارات بيتك المختلفة وأيضا التأكد من وجود رقابة بيتك على استثماراته المترامية الأطراف. ما في شك الحقيقة إعادة خطة الهيكلة لها دور أساسي، والحقيقة السبورت اللي قاعد يأخذونه من مجلس الإدارة في دعم، إلى درجة أن الخطة مربوطة في مجلس الإدارة مباشرة، مو مربوطة حتى بالإدارة التنفيذية على أساس يعطون سبورت حتى للفريق اللي قاعد يقوم بالخطة. والحمد لله آخر مؤشرات اللي شفناها لقينا أن الخطة ماشية بحسب المدة الزمنية اللي نطمح لها، والأمانة نتوقع إن شاء الله بنهاية السنة يكون قطعنا شوط كبير فيها إن شاء الله. يعني بيت التمويل الكويتي بنك كبير ولا تواجد إقليمي، فلما صار عندنا خطة واضحة، فيجن وميشن واضح، يعني الرؤية والرسالة أصبحت معتمدة وواضحة، صار عندنا الخطة الاستراتيجية والأهداف الأساسية واضحة للكل إن كان بالكويت أو خارج الكويت. فعندنا 3 pillars اللي مركزين عليها، ان نكون او نقود السوق المصرفي الكويتي، رقم 2 ان يكون لنا تواجد دولي مثمر، رقم 3 ايضا ان استثماراتنا تكون first class ومن الدرجة الاولى. يعني احنا اليوم نركز ايضا على يعني دمج انشطة الاستثمار بحيث ان نستفيد من خلنا نقول هذا الجانب، ونركز على الاستثمار اللي هو العقاري، الاستثمار الدايركت، وأيضا استثمار خاص بالفنز اللي هو تحت هيئة سوق المال. الهدف من عملية التحويل هو إطلاق الإمكانات الكبيرة لبيت التمويل الكويتي، فهو واحد من أكبر وأقدم المصارف الإسلامية في المنطقة، وحصته السوقية تبلغ 30%، ولديه استثمارات قوية في الكثير من أسواق عمله الرئيسية، بالإضافة إلى حضور دولي كبير، واستراتيجياتنا تعمل على تعظيم قيم متزايدة من هذه القاعدة القوية. احنا طبعا يمكن خلال الفترة اللي فاتت بيت التمويل الكويتي من خلال مجلس إدارة وافق على استراتيجية لمدة 3 سنوات خاصة في منظومة العمليات، بحيث تم دمج كل من قطاع العمليات وقطاع الخدمات المساندة وقطاع تكنولوجيا المعلومات تحت منظومة واحدة، بحيث اليوم أصبحت أكثر قدرة على طبعا مواكبة احتياجات المرحلة الحالية وأيضا المرحلة القادمة، وأصبحت أكثر مرونة وديناميكية في تقديم اللي هو الأعمال. يمكن لاحظتوا خلال الفترة السابقة أن بيت التمويل الكويتي قدم خدمات ذات قيمة مضافة، ولعل آخرها خدمة طلب دفاتر الشيكات من خلال أجهزة الصرف الآلي، وأيضا خدمة فتح الودائع الاستثمارية من خلال أيضا أجهزة الصرف الآلي. بالسابق كانت تأخذ لنا تقريبا 10 دقائق فترة اللي هو فتح الودائع الاستثمارية بين واحد من خلال منافذ العمل، لكن اليوم أصبحت تأخذ 30 ثانية من خلال أجهزة الصرف، واللي طبعا متاحة على مدار الساعة. One of the great benefits of KFH is its size. من أهم مميزات بيت التمويل الكويتي حجمه الكبير، وما نحاول عمله في هذه الاستراتيجية الربط بين الفروع والأذرع المختلفة لبيتك، حيث أنها لم تكن دائما تعمل مع بعضها البعض، ولذا وفي السنوات القادمة سترون تعاونا أقرب بين المصارف بيتك في تركيا وماليزيا والفروع الدولية الأخرى. وقد أنشأنا إدارة للبنوك الدولية عملها التركيز على تحقيق استفادة من هذا الترابط. National banking team, which is focused exactly on making sure that we leverage the benefits of scale that KFH has. في السابق كان القطاع هذا من ضمن قطاع الاستثمار، فبالتالي هو جزء بسيط من قطاع الاستثمار. لكن كون مثل ما قلنا إن استراتيجيتنا الجديدة تعتمد باعتماد أو ركن أساسي من أركانها هو الانتشار الدولي وزيادة أرباحنا وعوائدنا وأصولنا في البنوك الدولية، جاء قرار فصل هذه الإدارة من قطاع الاستثمار وإنشاء قطاع مستقل وهو قطاع البنوك الدولية،
واللي هي في تركيا وفي ماليزيا وفي البحرين، بالإضافة إلى أي أسواق جديدة لبيت التمويل الكويتي. صار في يعني تركيز على أنه يكون صلاحيات واضحة، مهام واضحة. في بعض الأمور كانت مستحدثة، احنا ذكرنا بحديثنا موضوع البنوك الدولية، صار لها تركيز مباشر من قبل مدير عام البنوك الدولية. فإحنا يعني بنوكنا في تركيا وماليزيا والبحرين وحتى في السعودية يكون التركيز على البنك كشريك أو كسيستر كمباني، انتبادل الخبرات بينه وبين بعض، يكون في لجان مشتركة من CFO CRO اللي هو Chief Risk Officer أو Chief Financial Officer. هذيل اللجان المشتركة تساعدنا على أن ندير هذه البنوك بشكل أفضل، بالإضافة أن نمشي على الاستراتيجية الخمسية الجديدة بشكل أفضل. واحدة من الأهداف لإعادة الهيكلة هو ضمان أن الحجم اللي وصل له بيت التمويل الكويتي هو يعني تحت under control، تحت النظر الإدارة، تحت المراقبة والرقابة من المكتب الرئيسي، ولضمان أن جميع البنوك التابعة لبيت التمويل تمشي على خطة موحدة وعلى يعني set of operation موحد. لذلك تم إنشاء هذه الإدارة لكون ان يعني وصول بيت التمويل للحجم الكبير هذا في البنوك الخارجيه، بس حبينا ان نتاكد ان هناك في رغبه من بيت التمويل، ان سياساتنا واستراتيجياتنا في بنوكنا الخارجيه موحده، ولضمان كذلك ان احنا نخدم عملاء بيت التمويل وين ما كان بيت التمويل وفي اي سوق موجود، ان تكون جميع الخدمات المقدمه لعميلنا خدمات موحده سواء كان بالكويت او بتركيا او ماليزيا او بالبحرين. بعد الفاصل جيمس بيكر يتحدث عن الربيع العربي ويسال هل هو فعلا ربيعا ام شتاء عربيا؟ كونوا معنا. بيدو، البنك الكويتي الأول إقليميا وعالميا ضمن قائمة The Banker لأفضل 1000 بنك في العالم. بيدو، بيت التمويل الكويتي. يعيدون ضبط ساعاتهم في وول ستريت، لكن ساعة سي ام بي سي عربية مضبوطة دائما على توقيت أسواق العالم. معي أنا لبنى البوزة، لن يفوتك أبدا جلسة الافتتاح. الأسهم الكويتية على شاشة سي ام بي سي عربية. هذه الفقرة برعاية البنك الأهلي الكويتي. الأحوال وفقا لأحكام الشريعة، المعاملات المصرفية الإسلامية، التكافل والتأمين، منتجات التمويل الإسلامي، عقود المرابحة على شاشة سي ام بي سي عربية. هذا البرنامج برعاية بنك بروة. فكر لحظة، ما الذي تعرفه عن مصرفك؟ هل تعرف القوانين التي تحكمه والشروط التي يضعها والغرامات التي يفرضها؟ نحن لا نستغني عن المصارف، في برنامج إرشاد على شاشة سي ام بي سي عربية. علاقتك بمصرفك على نور. ننقل استفساراتكم وشكواكم إلى المسؤولين والخبراء. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي التجاري، كلنا واحد. هذا البرنامج برعاية
بيت التمويل الكويتي وبنك الخليج. معكم نستمر. أهلا بكم. نفتح اليوم ملفا هاما في الكويت، ملف القروض الاستهلاكية. هذا الملف الذي أصبح قاسما مشتركا بين كل مجالس الأمة وأصبح يمثل مفتاح الشارع الكويتي. فالبعض يرى أنه من الضروري أن تقوم الحكومة بدعم المواطن ومساعدته في تسديد ديونه. البعض الآخر يرى أنه لا يحقق العدالة والمساواة بل يمثل عبئا على كاهل الاقتصاد. ملف إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية يبدو أنه هو الملف الذي يراهن عليه أعضاء مجلس الأمة، سواء كان هذا المجلس يحسب أنه معارضا أو صديقا للحكومة. فإسقاط فوائد القروض لا شك أنه الطريق الأقصر لقلب المواطن الكويتي. قدمنا لأعضاء اللجنة دراسة مقارنة لخمس اقتراحات قدمت من قبل النواب، وهذه الاقتراحات كلها تتمحور حول موضوع إعادة هيكلة فوائد القروض. الناس الآن تريد أن تأخذ لا موازنة ما بين الحقوق والواجبات، لا عدالة في التعامل مع الناس، والنهاية هي أنه البلد تتحول تدريجيا إلى مكافأة ككل، بمعنى أن الناس العقلية تتحول إلى عقلية اقتسام وليس عقلية نمو. التنمية لا تستقر إلا مع مفهوم الدولة، والدولة لا تستقر إلا مع مفهوم أنه الدولة باقية من بعدي، وبالتالي علي أن أقوم بتنمية مواردها بدلا من اقتسامها. وطبقا للدراسات فإن كلفة إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية تبلغ نحو 3.2 مليار دينار كويتي. وبينما يرى المتخصصون أن الفكرة ليست في المبلغ ولكنها في المبدأ نفسه، يرى المواطنون أن دولة بثراء الكويت لن تتأثر بدفع هذا المبلغ الزهيد نسبيا مقابل تخفيف العبء على المواطن، حتى لو كان ذلك لا يحقق العدالة الاجتماعية. ما في مواطن محتاج وحط ديون على ظهره يبي يسدها بهالطريقة هذه، لازم أو مو إسقاط القروض، الفوائد. مليارات قاعد يشون من النفط، يعني الحين الدول الأجنبية قاعد يوزعون بالمساعدات، مساعدات الدول يساعدون شعبهم على الأقل. كفائدة أن أنا أسقط القروض، أنا أشوفها ما في عدالة، بحيث أن هناك بعض الناس، يعني أنا واحد من المواطنين، يعني كان عندي قرض وسكرته طبعا وخذوا مني فوائد القروض هذه. الحين انت لما تبي تسقط القروض او فوائد هذه القروض على بعض الناس، يعني يصير فيها ظلم صراحه، ما في عداله. طبعا بالنسبه لوضعنا بالكويت، الوضع الاقتصادي الحمد لله، مردود المادي من النفط، يعني الوضع يساعد ان الحكومه تسقط الفوائد. هذا المفهوم يروج لمفهوم الاقتسام، يبدأ متواضع إسقاط جزء من القروض كما هم يقولوا الآن إلى 1 أبريل سنة 2008، ثم إلى مكافأة من لم يقترض، ثم لماذا ليست هناك مشكلة إنسانية مع من اقترض بعد هذا التاريخ، هناك مشكلة إنسانية، ثم ينتهي إلى أنه تقتسم المالية العامة في الوقت الذي نحن فيه أمام تحدي حقيقي. الانفاق العام بلغ 21.4 كما تعلم، إذا استمر النمو بنفس سنوات الخطة، نمو الانفاق العام 14.1 بنفس سنوات الخطة، نحتاج إلى 52 مليار بسنة 2021، السنة المالية 2021. لدينا 600 ألف قادم إلى سوق العمل خلال 18 سنة، وكل ما وظفناه خلال 65 سنة من عمر النفط هو 300 ألف، منهم 76% منهم موظفين حكومة، لا نستطيع لا توظيفهم، لا نستطيع تقديم الخدمات الأساسية لهم، تعليم وصحة. المهم أنه لا نستطيع أن ننزع من عقل الناس مفهوم الاقتسام ونضع بداله مفهوم التنمية، ما دمنا بكل بساطة نقوم بمكافأة من أساء التخطيط المالي لنفسه، ونعاقب الملتزم والذي لم يقم بحصافته بالإساءة ماليا إلى ميزانيته.
زار الكويت مؤخرا السيد جيمس بيكر وزير خارجية الولايات المتحدة السابق، ولكنها كانت زيارة غير سياسية. فعائلة بيكر تمتلك مكتب محاماة كبير في الولايات المتحدة، وقامت بتوقيع عقد شراكة مع مكتب هنا في الكويت، ولكنها كانت فرصة لنا نتحدث مع السيد جيمس بيكر عن التطورات هنا في المنطقة، موقف الولايات المتحدة والوضع الاقتصادي العالمي. That's right. Well, you know, here's my sense of where we are. We have come out or are slowly coming out of the Great Recession. هذا هو رأيي في أين نقف اليوم. نحن نخرج ببطء من ركود كبير، ولكن النمو العالمي ليس كاف لخلق فرص العمل المطلوبة في معظم الدول حول العالم. فصندوق النقد الدولي يتوقع نموا بنسبة 2% فقط في الولايات المتحدة هذا العام، وأقل من ذلك في منطقة اليورو. في الواقع النمو المتوقع في منطقة اليورو سالب، وفي الصين النمو ما زال جيدا، ولكن لا يمكن أن تستمر الصين في تحقيق نسبة 10%. الدول عندما تمر بمراحل تحول غالبا ما تميل إلى انخفاض نسب النمو فيها. فهناك مشاكل كثيرة تواجه الاقتصاد العالمي. الولايات المتحدة أخيرا بدأت تواجه مشكلة الديون، فلقد تم رفع الضرائب في ديسمبر الماضي بقيمة 600 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة، وبدأنا في تحقيق عملية خفض الإنفاق، وهو ليس الطريق الأمثل لمواجهة المشكلة، ولكنه سيحقق خفضا في الإنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار خلال العشر سنوات القادمة، وبذلك ستنخفض قيمة الدين بحوالي 1.8 تريليون دولار. ولكن في الواقع نحن نحتاج إلى أكثر من 4 تريليونات، ولذلك أمامنا طريق طويل. فالدول لا يمكن أن تزدهر عندما تكون نسبة الدين إلى إجمالي الناتج القومي كبيرة. هذه النسبة في الولايات المتحدة فاقت 100% خلال الخمس سنوات الأخيرة بسبب عدم تغير السياسات، ولكننا اليوم بدأنا في تطبيق هذه التغييرات. طبعا أنتم كان لكم دور كبير في هذه المنطقة في السابق من خلال الإدارة الأمريكية السابقة، فكيف ترى الدور الأمريكي اليوم والمنطقة تمر بهذه الأزمات والربيع العربي؟ البعض يختلف في هذه التسمية الآن بعد أن شهدنا نتيجة هذا الربيع في بعض الدول العربية، فكيف ترى هذا الوضع وتدخل الأمريكي ودور أمريكا؟ انظري، يجب أن تدركي أن الربيع العربي، أو كما تشائين أن تسميه ربيع عربي أو شتاء عربي، لم يحدث بسبب الولايات المتحدة. فنحن لم نصنع ذلك. هذه ظاهرة تلقائية قامت بها شعوب المنطقة ولم تقم بها الولايات المتحدة. ولكنكم تدخلتم في ليبيا. Well, Libya, I think my own view is Libya was a mistake. I thought it was a mistake at the time. I think we see now when you know what happens, it was good to get. بالنسبة لليبيا، ففي رأيي ليبيا كانت خطأً. رأيي أنها كانت خطأً في حينها. صحيح أننا نرى أن التخلص من القذافي كان أمراً جيداً، فالكل يتفق على ذلك. ولكن قبل أن تقوم بمثل هذه الأعمال، يجب أن تفكر ماذا سيحدث بعد ذلك وما البديل. ولكن بالنسبة لما حدث في الدول الأخرى، فالولايات المتحدة تدعم الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان وكل هذه الأمور. وعندما يقرر شعبا ما أن يثور من أجل التحرر من نظام شمولي، فهذا أمرا ليس من شأن الولايات المتحدة، ولكن هذه مبادئ ننتهجها ولن نقف ضدها وسندعمها. انظري، إذا كنت تؤمنين بالديمقراطية فعليك أن تتقبلي ما تأتي به، هذا بشرط أن تكون انتخابات حرة ونزيهة تماما. ففي أحيان كثيرة يحاول الناس التأثير على العملية الديمقراطية من خلال السيطرة عليها واستخدامها لتحقيق أهداف سلبية. هذا ما حدث بصراحة أثناء تولينا الإدارة في عام 97 في الجزائر، لذلك لم نعترف بها لأننا لم نعتقد أنها كانت انتخابات حرة ونزيهة. كيف ترى مستقبل هذه المنطقة؟ Well, I'm not pessimistic about the future of Kuwait. لست متشائما بالنسبة لمستقبل الكويت.
وبما أننا في الكويت فلنتكلم عنها، ولست متشائما بالنسبة لمستقبل الخليج. لقد أتيت اليوم من المملكة العربية السعودية، وكنت قبلها في الإمارات. هذه دول تزدهر وأمورها جيدة جدا، لكنني قلق بخصوص تدخل بعض الدول الأخرى في أمور هذه المنطقة. أنا قلق من التأزم الطائفي الذي يحدث في أماكن مثل العراق، وأتخوف من احتمال نشوب صراع سني شيعي. نتمنى لا يحدث ذلك. In places, for instance, like Iraq, I worry about the potential for Shia and Sunni conflict, and hopefully we won't see that. But, you know, a lot of people told us after the first Gulf War, why didn't you go to Baghdad and take care of Saddam when you had the chance? وأقول لك بأننا بعد حرب الخليج الأولى سألنا البعض لماذا لم ندخل بغداد ونطيح بصدام حسين حينما كانت لدينا الفرصة. هل ترين الآن؟ الآن يدركون السبب، الآن يفهمون لماذا لم نفعل ذلك. فلم يكن من ضمن أهدافنا الحربية أو السياسية الإطاحة بذلك النظام. لو كان نظام صدام استخدم أسلحة دمار شامل ضد القوات الأمريكية لكنا أطحنا به، ولكن ذلك لم يكن من أهدافنا ولم يكن من ضمن ما أقرته قرارات مجلس الأمن التي خولتنا استخدام القوة لتحرير الكويت. لم يكن لدينا النية لدخول بغداد، ولكن عندما قام آخرون بذلك لاحقا حصل ما كان يسأل عن أسباب عدم تدخلنا على الإجابة. هكذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من عين على الكويت. نراكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة بإذن الله. هذا البرنامج برعاية